لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية. البداية بنجم الرياضي الساحلي. من دار أمس اجتماع رجالات النجم الرياضي لمناقشة الوضع الصعب اللي مر به الفريق ماديا وتسييريا بعد استقالة ماهر القروي الأسبوع الماضي. كان أفضل اجتماع لتكوين لجان لتسيير فرع كرة القدم ولمتابعة الملفات القانونية، بالإضافة إلى السعي لحل المشكلات المالية اللي تخبط فيها الفريق مع الفيفا. كذلك كان حضر الاجتماع أمس كل من الرؤساء السابقين حامد كمون، معز إدريس، عثمان جنيح، فيما غاب ماهر القلوي ورضا شرف الدين. من نجم الساحلي نمشي بكم للترجي الرياضي التونسي. من قام الظهير الأيسر الجزائري إلياس الشتي بفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي من جانب واحد، رغم أنه ينتهي في جوان 2023 المقبل. ينوي الشتي شراء بقية عقده ونظر في جملة العروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة في أوروبا والسعودية، ونذكركم اللي الشتي انضم لفريق باب سويقة في جويلية 2019 قادم من شبيبة القبائل الجزائرية. نمشي بكم لاتحاد تطاوين، وين تم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية المبرمجة اليوم الخميس 30 جوان 2022، وذلك لغياب الترشحات. كان تم تحديد تاريخ 12 جويلية 2022 كموعد جديد للجلسة الانتخابية للفريق، ونذكركم أن الأجل الأخير لقبول الترشحات كانت أمس الأربعاء 29 جوان 2022. من فريق اتحاد تطاوين نمشي بكم الفريق باب جديد، وين إدارة النادي الإفريقي غير راضية على أداء الفريق مع المدرب عادل السليمي رغم نتائجه المقبولة، وتشير آخر الأخبار من داخل أسوار الحديقة أن السليمي نجم يغادر الفريق باب جديد في صورة رحيله باش يتم تعويضه بمدرب أجنبي في الفترة القادمة. نذكركم قاد السليمي النادي الإفريقي في 8 مباريات حقق فيها 5 انتصارات هزيمة وتعادلين، وين أكمل الموسم في المركز الرابع المؤهل للمشاركة إلى كأس الكاف ونصف نهائي كأس تونس. كيف العادة نختم لكم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية تساهم الرياضة في الحد من التقلصات اللي تحدث في الأمعاء، وهذا يحد من الألم. هذا كل معنا من أخبار رياضية. أجمل تحية مريم منصوري، بقية متابعة طيبة لي برامج الحياة FM. دمتم في أمان الله. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.